السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 4، نكمل مع بعض دلوقتي بقى. إن شاء الله الخطوة اللي بعد كده هنروح على المودلز هنا وهنضيف كلاس جديدة. الكلاس ده أنا هحط جواها ميثود تعمل لي تشيك. أنا دلوقتي أنا هشتغل على التيبل بتاع الشركات المصنعة للأدوية. عايزين بقى نعمل تشيك باسم الشركة دي، لو هي موجودة ولا لأ. لو هي موجودة تطلع لي جوه الاسم ده. أنا عملتها جوه كلاس منفصل جوه المودلز هنا، وبدأت طبعا لازم هنا نبقى نعمل نجيب اوبجكت من الداتابيز، هو مودلز دوت ميديكال انتيتي اللي هي اسم الداتابيز، وجبت منها اوبجكت دي بي نيو ميديكال انتيتي. بعد كده بقى بدأت اعمل ميثود جديده اللي هي بعمل بيها تشيك لو دابليكيشن، لو اسم المانفاكتور دوت معمول دابليكيت ليه اوت جوه التيبل اللي هو ده اللي هو بتاع الشركات المصنعه. وبدأت اطلعها جوه لسته هنا باللي هو اللي هو جملة اللينك بتاعتنا فروم التيبل الداتابيز وير التيبل باسم باب اللي هو بالنيم ايكوال ايكوال الام دوت النيم ايكوال ايكوال مانفاكتور دوت المانفاكتور النيم، ويطلعها لي سيلكت الام، يطلع لي بقى الام دوت تول وريتيرن بقى بالكاونت، يعني يطلعها جوه ليست، ولو ويطلع لي بقى الكاونت بتاعها لو طلعت اكبر من الصفر او اقل من الصفر. بعد كده هنعمل عليها تشيك جوه الكنترولر. نبدأ بقى نضيف كنترولر جديده اهيت عند الكنترولز هنا، ونعمل رايت كليك اد نيو كنترول، ونسميها بقى اللي هي الكنترولز اللي هي هتبقى متعلقه بالشركات المصنعه. طبعا اول خطوه بنعملها لازم نعمل هنا يوزنج فارم دوت مودلز عشان نشوف كل الداتا بيز اللي جواها، وضفت دوت تكست ودوت اي او ودوت داتا سيكوال كلاينت عشان الحاجات دي احنا هنحتاجها دلوقتي في الشغل. طبعا خدنا اوبجكت برضو من الداتا بيز واوبجكت من الكلاس اللي احنا لسه عاملينه من شويه. بعد كده بقى عرفت متغير من نوع برايفت اللي هو بيطلع لي الاسم القديم للشركه للمانفاكتور. بدأنا بقى نعمل اول ميثود عندي اللي هي من نوع اللي هي الميثود من نوع اسمها الاندكس، ده اللي هطلع فيها كل الاسامي جوه الاسم اللي بعرض بيها كل اللي جوه التيبل بتاع المانفاكتور. هي ريتيرن فيو بالاندكس بالداتابيز بالتيبل دوت بالاولد باي ديسندنج اللي رتبها لي ترتيب ترتيب تنازلي الام اكبر ام من ام اي دو تو ليست، يطلع لي بقى كلهم في جوه ليست. دي اول خطوه عملناها. بعد كده بقى الخطوه اللي بعد كده اللي هي بنجيب الديتيلز، الديتيلز لاي شركه من الشركات المصنعه لازم بيكون بالاي دي بتاعها، لان بنجيب كل واحده لوحدها يبقى لازم عن طريق الاي دي بتاعها نجيب الديتيلز بتاعتها. اهي بدانا نعمل عليها خطوه اف، لو الاي دي ايكوال ايكوال نال يعني فاضي يبقى هيطلع لي باد ريكوست، انما لو الاي دي في قيمه نوت نال يبقى هيطلع لي فايند باي الاي دي. يعني يعمل عليها جوه الداتا بيز يطلعها، يعمل عليها سيلكت يجيبها بالاي دي بتاعها. بعد كده بقى لو المانفاكتور دي ايكوال ايكوال نال يبدا يعمل ريتيرن برضو نوت فاوند، غير كده بقى يعمل ريتيرن بالقيمه اللي طلعها بقى من جوه التيبل. هو هنا بدأ خلاص ياخد القيمة بتاعته عشان هي خلاص المفروض ما طلعتش نال، لو طلعت نال نوت فاوند، انما هي لو ما طلعتش نال معاه يبدأ يطلع القيمة اللي جابها من هنا يحطها في البيو بتاعته البيو بتاعت الديتيلز بتاعتها. الخطوة اللي بعد كده ميثود تانية بنعمل بيها كرييت. طبعا اول حاجة بنعمل الجيت بتاعتها اللي هي عشان ريتيرن فيو للكرييت، ونعمل البوست بقى اللي هي الميثود اللي هي الخاصة بالبوست موجودة عندنا تحت اهي. بدأت اللي انا هنا اجيب بقى خلاص في مرحلة البوست ليها بميثود تانية جديدة بعمل اهيت بال HTTP بوست اسمها برضو كرييت، وتروح تروح بقى تعمل جوه التيبل اللي هو بتاع المانفاكتور. اول خطوة هنا عملنا اف لو المودلز دوت ستيتس از فاليد، يعمل بقى تشيك عليها لو هي دوبليكيت ولا لا، اللي هي موجودة القيمة بتاعتها قبل كده ولا لا. طبعا احنا كنا عاملين قبل كده التيبل واللي احنا خدنا منه اوبجكت وكنا مسمينه بالاسم ده هو، يبدا يعمل لو الكاونت بتاعه رجع بقيمه يبقى هو خلاص موجود خلاص جواها، لو ما رجعش بقيمه يبقى هي مش موجوده. اهي اقفل الكاونت، عملنا متغير من نوع انت سميناه كاونت رجع من جوه الكلاس اللي احنا خدنا منه اوبجكت هنا اهوت في الميثود اللي كانت جواها اللي هي بنعمل بتشيك الدبليكيت جواها.
اهوت، لو الكاونت ده اكبر من الزيرو يبقى راجع بقيمه، يبقى اوريدي اكزيت، طلع لي الرساله اهوت اللي هو موجود، وطبعا الرساله دي ايرور اللي هو خلاص غير الاسم ده خلاص موجود. لو إلس، لو الكاونت اقل من الصفر يعني إلس مش موجود، يبدا يضيف الاسم، اسم الشركه دي خلاص يبدا يضيفها جوه التيبل الموجود، ويعمل ليها سيف اهيت. بدانا اللي احنا نعمل لها اد جوه التيبل، ونبدا نعمل نسيفها هو سيف تشينج، وريتيرن ريدايركت بقى للتاني، اللي نرجع نعمل تاني كل الميثود اللي هي بتاعه الاندكس من تاني، اللي هي بتطلع كله جوه الاسم. اول بدا تاني يعمل ريتيرن فيو للمانفاكتور. يبقى ديت معانا هنا الميثود اللي هي البوست اللي انا بدخل بيها قيمه جديده بعد ما اعمل تشيك على الدبليكيت بتاعتها موجوده ولا لا، وبنعمل تشيك بالكلاس اللي احنا عملناه قبل كده بالميثود اللي كانت جوه الكلاس. بدأنا بقى خلاص نعمل بقى ميثود تانية جديدة خالص اسمها public johnson result create submit ajax. طبعا دي هنعمل بايند جواها، بتبقى انكلود الاي دي بتاع التيبل والنيم بتاع اسم الشركه المصنعه والديسكريبشن، بنعمل جواها بايند بالمحتويات بتاعه التيبل اللي احنا كنا شغالين عليه اهي جوه التيبل اللي هو التيبل بتاع مانفاكتورز. بنعمل برضو خطوه اف تانية، لو المده ستيتس از فاليد يبدا يعمل تشيك هي موجود لها دبليكيت ولا لا جوه التيبل اللي كان قبل كده. نفس الخطوات، لو هي اكبر من الزيرو يبدا بقى فيو باج دبليكيت ايرور اللي طلع لي اللي هي موجوده، لو هي غير كده ريتيرن جونسون دبليكيت يبدا بقى الاو تو جيت، يبدا اللي هو يطلعها خلاص، لا لان هي المفروض اكبر من الزيرو، يبقى هي بدانا خلاص اللي هي في خطوه اللي هي كانها بقى بدرك وست خلاص. انما لو إلس، لو هي اقل من الزيرو يبقى هي المفروض بنضيفها تاني لاول مره، يبدا يضيفها جوه الداتابيز ويعمل السيف ليها، وريتيرن جونسون سكسس اللي هو بتم الاضافه بنجاح، وجيت جيت لو جيت يبدا يجيبها بقى خلاص. هنا بقى لو ده غير كده يبقى ريتيرن بنل اهوت، لو الاف دوت موجوده هي از فاليد دخلنا جواها، غير كده يبقى الريتيرن بتاعتها بنل. نبدأ بقى في مرحلة اللي احنا بنعمل ميثود متعلقة بالإيديت، أو طبعا الإيديت بيكون بالآي دي، يبقى الآي دي اهوت لو في قيمة لقي في الآي دي إيكوال إيكوال نل، لو الآي دي نل يبقى باد ريكوست، لو الآي دي بقى غير كده يبدأ يعمل فايند، يعمل سيلكت ليها جوه الداتابيز اهيت، يبدأ يعمل اهيت مانفاكتور خد منها قيمة من التيبل دوت دوت داتابيز، يبدأ فايند بالآي دي. هنا بقى عملنا برضو خطوة اف تانية، لو المانفاكتور نل ايكوال نل يبقى باد ريكوست، لو جواه قيمة اللي هي القيمة القديمة اللي انا موجود، هو طبعا بيطلع لي القيمة القديمة لاسم الشركة المصنعة اللي المفروض اللي انا هعمل لسه عليها ايديت عليها القيمة بتاعتها، يبقى الاولد اللي احنا المتغير اللي احنا عرفناه بالقيمة القديمة يحط جواها القيمة دي اهوت، احنا كنا معرفين فوق هنا خالص برايفت سترينج اولد مانفاكتورز نيم، يبدا يحط جواها بقى القيمه بتاعتها من جوه الداتابيز. هي خطوه الايديت موجوده هنا اهي اهوت، اللي بقى المتغير دوت شال القيمه من جوه التيبل بقيمه بالقيمه اللي هو اسم الشركه المصنعه. نبدا بقى احنا عملنا الجيت دلوقتي، نبدا نعمل البوست. البوست طبعا لمرحله الايديت، يبقى هنجيب اللي جواها الاي دي والنيم والديسكريبشن من التيبل دوت اهوت. بدانا نعمل بابليك، نعمل ميثود public action result الايديت، ونعمل لها بايند بانكلود الاي دي والنيم والديسكريبشن، وبدانا نعمل عليها اف برضو اف المودوس از valid، عرفنا متغير جديد بار من نوع بار، ونجيب فيها القيمه القديمه بالاي دي اهوت، القيمه القديمه بتاعت المانفاكتورز من الداتابيس بالاي دي، بنطلعها بالاي دي بتاعها. بعد كده بدأنا اهوت لو نعمل بقى اف، نعمل كومبير بين القيمة القديمة والقيمة الجديدة اللي انا دخلها، يعني اسم الشركة القديمة نبدأ نعمل مقارنة، الاسم ده ايكوال ايكوال ولا نوت ايكوال، لو نوت ايكوال يبقى هيضيف، ولو ايكوال يبقى المفروض هيطلع لي اللي هو رسالة ايرور اللي هو موجود بالفعل، يعني غير لي الاسم، يعمل تشيك عليها جوه الداتابيز اهوت. اف الاسم دوت اللي هو من المتغير اللي احنا معرفناه دوت النيم ايكوال نوت ايكوال، نوت ايكوال الاسم الموجود جوه الداتابيس، يبقى انت عرفنا متغير تشيك دبليكيت، نبدا برضو نعمل عليها تشيك دبليكيت من جوه الكلاس اللي احنا عملناه قبل كده
لو هنا بقى الدبليكيت اكبر لكم يرجع لي بقيمه اكبر من الصفر، يبقى فيو باج دبليكيت ايرور اكبر اوريدي اكزيت موجود خلاص جوه الداتابيز. لو هو غير كده بقى خلاص يبقى هو المفروض يبدا اللي هو يشيل قيمه جواها ويبدا يعرف اهيت. لو هي غير كده يبقى الداتابيز انتر القيمه الجديده كرنت فاليو دوت سيت فاليو، يبدا بقى خلاص يعمل لها مرحله الابديت، الابديت بتاعتها يحط القيمه الجديده اللي انا دخلتها مكان القيمه القديمه الموجوده، ويبدا يعمل مرحله السيف وريتيرن تاني للميثود اللي كنا عاملينها الاندكس عشان يبدا يغير القيمه جواها ويعرفها بقى بالقيمه الجديده اللي دخلها. نروح بقى على المرحلة اللي هي مرحلة الديليت. طبعا برضو لازم بنعمل الديليت بالاي دي. بدأنا اهوت الاي دي، لو الاي دي ايكوال نال يبقى باد ريكويست، لو الاي دي شايل القيمة يبقى المفروض هيبقى يعمل فايند لها جوه الداتابيز ويبدأ يدخل بقى في اف، لو ايكوال ايكوال نال يبقى برضو نوت فاوند، لو غير كده بقى يبقى خلاص يعمل ريتيرن بالقيمة بتاعتي. انا كده بجيب القيمة عشان اعمل لها الديليت. نروح بقى لمرحلة البوست، عملنا الجيت بتاعت الديليت، نروح لمرحلة البوست للديليت. عرفنا ميثود جديدة للديليت بالاي دي وبدأنا نعمل تراي. تراي مان فاكتورز دوت الداتابيس من اللي هو التيبل بتاع الداتابيس دوت فايند بالاي دي. لو هو طبعا المفروض لو رجع بقيمة يبدأ يعمل ريموف ليها ويبدأ يسيب، يبدأ ريموف جوه الداتابيس من التيبل ده ويسيب بعد ما شاله خلاص، يسيب بقى على خلاص اللي هو الشركة دي مش موجودة معانا خلاص. انا عامله عليها تراي ويبقى لازم يكون لها الكاتش بتاعها بقى خلاص ريسبونس دوت رايت اللي هو يطلع لي بقى خلاص رساله جواها. هنا ريتيرن بقى للتاني للميثود اللي هي الاندكس تاني، لان انا خلاص انا بمجرد ان انا بعمل مرحله الابديت الايديت او مرحله الديليت لازم اعمل تاني او الكرييت لازم اعمل ريتيرن تاني للميثود اللي هي الاندكس اللي هي بتطلع لي كل كله تاني جوه الليسته، سواء اللي انا ضفت قيمه او عدلت قيمه عليها او لغيت قيمه من جوه. كده خلاص خلصنا الكود بتاع الانترفيس بتاع الكنترولر المانفاكتورز. ان شاء الله الحلقه اللي جايه اللي هتبقى الحلقه رقم 5 هنبدا نعمل الفيو بتاعتها. أتمنى تتابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.